وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل السائل الكريم يقول: أعطيت تاجرا 1000 ريال يشغلها مقابل 100 ريال شهريا كربح، هل في ذلك حرج؟ نقول: لا، هذا لا يجوز، هذا هو عين الربا. الصحيح أن يجعل نسبة، فيقول مثلا 1000 ريال يربح مثلا، أو أعطيك عليه 2%، 3%، 4%، تتغير، مرة تكون 100 ريال، مرة تكون 50 ريال، مرة تكون 500 ريال، إلى غير ذلك. أما أن يقطع مبلغا مقطوعا على كل مبلغ أعطيته إياه ليتجر فيه، فهذا عين الربا ولا يجوز. صلى الله عليه وسلم.